السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا، عليكم السلام دكتور. أهلا، إذا أنت في المنزل وأنا في المنزل، من يضيف من؟ مرحبا بك، أهلا وسهلا، يضيف بعضنا بعضا. أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا بك دكتور. دكتور، يعني سؤال ربما، كيف تقضي أيام الحجر الصحي؟ والله حجم الساعي للشغل في هذا الحجر أكثر بكثير من قبل الحجر. الأوقات في الحقيقة يعني مقسمة على عدة أجزاء، القسم بالطبع المهم كمسؤول سياسي مسؤول على حركة بهياكلها في مختلف الولايات، كذلك أنسق مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني مع المنتخبين، يعني بمعدل تقريبا يعني اجتماع إلى اجتماع في اليوم، في بعض الأحيان يوم بعد يوم، في بعض الأحيان اجتماعين في اليوم، في بعض الأحيان 3 اجتماعات في اليوم من خلال وسائل الاتصال الحديثة، ومتابعة الأعمال، متابعة الإنجازات، ما الذي يجب أن يكون، ما الذي يجب أن لا يكون، نسمع للتقارير عن مختلف الولايات ماذا يحدث فيها، خاصة ولاية بوليدة ثم الولايات الأخرى التي كذلك أصيبت. يعني نحن في ورشات مفتوحة كبيرة جدا، يعني نعم، تحاول أن تنسق من حيث التواصل الحديث، ولكن كذلك بالنزول في كثير من الأحيان إلى الميدان، لأن الميدان يتطلب النزول ويتطلب المساعدة سواء على المستوى الصحي سواء على المستوى المعيشي على مستويات كثيرة. ثم هناك طبعا الحال برامج خاصة بك كفرد وكأسرة، لأن هذا الحجر هو مثل ما كنت تفضلت، يعني فيه بعض الإيجابيات أنه يعطيك مساحة وقت يعني لتقضي أشياء لم تكن تستطيع أن تقضيها لما كنت خارج البيت، يعني نعم فكثير من الأشياء نعم الإيجابية التي نقوم نعم بها على دكتور، مستوى نعم الفرد دكتور، إذا وعلى مستوى الأسر.